اكبر صفعه في تاريخ الكره المصريه لاتحاد الكره، يبقى اكبر صفعه، يبقى الاتحاد الاسماعيلي بيدي اتحاد الكره على قفاه. يعني ده القرار، يبقى كده بالظبط، يبقى الاسماعيلي بيدي اتحاد الكره على قفاه وبيبوظ لهم الدوري. مش انتوا عايزينها؟ طب انا هبوظ لكم الدوري، هلعب ب 17 بالظبط. اه ويلا بوظ لكم بقى الدوري بالظبط، وانا كده مش هنزل. والتالت زي العاشر. مش هتفرق. مش هتفرق. جات لك ازاي دي يا ايمن؟ ده انت عبقري. خدمه سنينك ده. يا ده انت جامد قوي يا ايمن. اوعى تكون شاركت في معركه الجمل. كان مركز في التعليقات حضرتك. ولا الجلابيه. هيكون معاكم في فقرتنا اللي جايه الاستاذ عامر الوكيل في فقره الصحافه. سعداء جدا بيت تواصلكم، وهيكون ضيفه الاستاذ عبد المنعم فهمي من الاهرام. استاذ كابتن ايمن عايز تقول حاجه؟ اه احنا في تسعه ولاد اتمسكوا امبارح. اه واحنا يعني احنا في الطريق ان هم بيخرجوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله اذا خرجوا بنشكر الست مشير جدا، واذا لسه ما خرجوا